واحنا ايه اللي جابنا هنا؟ من يوم ما جابر خرج من السجن وانا حياتي متلخبطه، ما بقتش عارفه اسيطر على نفسي زي الاول، كان قلبي بيجري ورايا. هو انت لسه بتحبي؟ نفسي تقعد تبص لي كده لحد ما تزهق مني. ازهق؟ وفي عاجل يزهق من بصتك يا مهره؟ ده انت مهره قلبي، الله وكيل انك سارقه قلبي وساكنه جواها. طب لو بتحبني خلي بالك عليا عشان ما اقدرش اعيش من غيرك. يا ابوي يا بختك يا جابر بالكلام الحلو اللي طالع من المهره الحلوه دي. انا عاوز اسعدك. والنبي انت سعادتي كلها، كفايه انك جنبي، ده انا اللي عايزه اسعدك سيد الرجاله. مهره انت لسه بتحبني؟ مش عارفه. طب خلي بالك انت ست متجوزه، وجابر لو نكش وراكي هيهد كل اللي انت عملتيه، واللي هيشيل الليله دي كلها هو ابنك، وهو ملوش ذنب. اشترك في الباقات الشهريه والسنويه باعلانات وبدون اعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنويه.